السلام عليكم. عندنا هذا الطفل عنده تشوه خلقي بالعضو الذكري، والتبول عنده طبعا ما يبلش طبيعي، عنده فتحة ما بين الخصية والذكر يبول من هناك. الآن قرر الدكاترة يعني العملية أولى عملية 180,000 بدون علاج بدون أي حاجة، يسدوا الخصق هذا الذي ما بين الذكر وبين الخصيتين، والعملية الثانية يعملوا له فتحة من الذكر نفسه على سبيل أنه يكون يتبول طبيعي. طبعا أبوه يعني عامل نظافة وظروفهم صعبة جدا جدا. العملية زي ما ذكرنا 180,000. أسألنا الله من تعاون مع الأسرة أن يفرج همه ويرزقهم حيث لا يحسب. جزاكم الله خير.